السابعة من التناصح نستهلها بالعناوين. اتفاق بين أجويلي وأطرافه من مدينة زوارة بشأن التوتر الأمني في رأس جدير. اللواء السابع ترهون يسيطر على مداخل ومخارج بلدية القربولي. ميليشيات الكرامة تجدد استهداف مدخل درنا الغربي وبالمدفعية الثقيلة. أهلا وسهلا بكم. تم الاتفاق مساء السبت في مدينة صرمان بين ما يعرف بأمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي وبين أطراف من مدينة زوارة بشأن التوتر الأمني في منطقة رأس جدير. هذا وكشف محضر الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان بأنه سيتم إعادة تشكيل المنفذ من قبل الجهات الرسمية، بحيث تكون البوابات الأمنية داخل الحدود الإدارية للمديريات من رجال الشرطة النظاميين، وتكليف قوة من الأمن المركزي والشرطة العسكرية للقيام بمهمة تأمين المعبر الحدودي رأس جدير. لذلك قالت مصادر تونسية وليبية أن معبر رأس جدير الحدودي أعيد افتتاحه السبت بعد إغلاق دام لمدة يوم واحد جراء الاشتباكات التي اندلعت في منطقة أبي كماش. وقال أمر منفذ رأس جدير محمد مرضية في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، قال أن حركة مرور المسافرين إلى تونس قد عادت وبصورة طبيعية جدا وفق قوله. على خلفية الهجوم الذي قام به آمر المنطقة العسكرية الغربية المكلف من قبل الرئاسي المقترح جويلي على أبي كماش ورأس جدير، توجه وفد من بلدية زوارة لمقر الحكومة المقترحة لتوضيح أسباب هذا التحرك. على خلفية الهجوم الذي قام به آمر المنطقة العسكرية الغربية المكلف من قبل الرئاسي المقترح أسامة جويلي على أبو كماش ورأس جدير، توجه وفد من بلدي زوارة لمقر الحكومة المقترحة لتوضيح أسباب التحرك. أكثر من 16 ساعة من الانتظار قضاها الوفد القادم من مدينة زوارة أمام مقر المجلس الرئاسي المقترح بطرابلس. الوفد المكون من مجلس الحكماء والأعيان والغرفة الأمنية المشتركة ببلدية زوارة وبرئاسة عميد البلدية حافظ بن ساسي أتى لمقابلة رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج لتفسير ما حدث فجر يوم الجمعة وتوضيح أسباب الهجوم الذي قام به آمر المنطقة الغربية أسامة جويلي المكلف منذ يوليو 2017 من قبل الحكومة المقترحة. يبدو وفق رأي مراقبين أن السراج لم يكن مكترثا لما يجري في البلاد التي شهدت اندلاع اشتباكات في مكان بالغ الحساسية هو معبر رأس جدير الحدودي مع تونس. وتواجد السراج صباح السبت في ملتقى ثقافي في طرابلس في الوقت الذي كان فيه الوفد ينتظر وصوله. عميد بلدية زوارة قال في تصريحات صحفية إن السراج يعلم بوصولنا وعليه القدوم والاستجابة لنا وتوضيح أسباب هجوم جويلي على المنطقة، وإن لم يأتي فإننا سنقوم بتغيير كافة الموازين تجاه حكومة السراج. ويبدو أن هذه التصريحات وبعد ساعة من صدورها دفعت السراج للحضور والاجتماع مع وفد زوارة. وأكد عميد بلديتها في اتصال مع التناصح على صدور اتفاق بتجميد كافة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية والدعوة لاجتماع مشترك بحضور أسامة جويلي واجتماع آخر يضم كافة الغرف الأمنية بالمنطقة الغربية وبحضور أسامة جويلي في المنطقة المحمية. حركات دائبة واجتماعات متتالية يأمل الجميع أن تسهم في استقرار المنطقة. فرضت قوة تابعة للواء السابع سيطرتها على مدينة القربولي اليوم الأحد ونشرت أسلحتها وقامت بفرض سيطرتها التامة على مداخل ومخارج المدينة بحسب بيان نشره على الصفحة الرسمية لبلدية القربولي. هذا وقد طلب المجلس البلدي في ذات البيان خروج القوة العسكرية من المدينة دون أي قيد أو شرط حفاظا على الأمنين، ومحذرا في الوقت ذاته من تأزم الأمر وحدوث ما لا يحمد عقباه. يشار إلى أن اللواء السابع قد عمل على إنشاء بوابة في منطقة الكسار على الطريق الساحلي.
جددت ميليشيات ما تعرف بالكرامة العصر الأحد استهدافها وبالمدفعية الثقيلة لمواقع متفرقة للساحل الغربي في مدينة درنا، ما أسفر عن تعرض عدد من المنازل لأضرار متوسطة دون وقوع أي خسائر بشرية. هذا وقال عضو تجمع أهل مدينة درنا السيد هوادي الجزيري في تصريح للتناصح، قال أن ميليشيات الكرامة استهدفت أحياء المدخل الغربي بقصف مدفعي عشوائي مكثف، وأكيد أن تعرض مقر الشركة التركية والواقع بالحجاج الغربي لسقوط عدة قذائف. يشار إلى أن المدخل الغربي لدرنا يتعرض بشكل متواصل للقصف العشوائي من قبل ميليشيات ما تسمى الكرامة، والتي تفرض حصارا خانقا على المدينة منذ أكثر من 15 شهرا. قالت مصادر مطلعة من سلوق أن سيارة مفخخة قد انفجرت في المدينة صباح السبت دون ذكر أي خسائر. السيارة التي انفجرت أمام منزل موسى النمر العجوري وهو أحد المترشحين للانتخابات بالقرب من الطريق العام، وخلفت خسائر مادية في المكان وهلعا كبيرا بين السكان. يأتي هذا التفجير بعد اغتيال مسؤول ملف التعليم صلاح جلوال العجوري، ويشار إلى أن بلدية سلوق الواقع تحت سيطرة ميليشيا الكرامة تشهد موجة من الاغتيالات والتفجير بعد عزم بعض الناشطين الترشح للانتخابات. إلى ذلك، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إدانتها واستنكارها الشديدين حيال وقيعة اغتيال الناشط المدني ومدير مكتب التعليم في لابيار صلاح جلوان القطراني، والذي أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة. هذا وطلبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالحكومة المقترحة بفتح تحقيق شامل وعاجل في وقيعة اغتيال الناشط المدني لكشف ملابساته وتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة. عمليات اغتيال جديدة وتفجيرات تحدث في المنطقة الشرقية تطال من أشيع بأنهم سوف يترشحون للانتخابات هي رسالة جديدة ومخطط قديم. ظاهرة جديدة تحدث في المنطقة الشرقية وبالمناطق التي تحت سيطرة ميليشيات مجرم الحرب حفتر، حيث بدأت عمليات اغتيال وتفجير تطال من نشر بأنهم سيرشحون أنفسهم لخوض الانتخابات القادمة، ولديهم قاعدة شعبية في مناطقهم بحسب مراقبين، كما حدث لموسى النمر من منطقة سلوق الذي تم تفخيخ سيارة أمام منزله، ومدير مكتب التعليم بمنطقة الأبيار صلاح جليوان القطراني، حيث قامت مجموعة مسلحة بمحاولة القبض عليه وإصابته بعيار ناري بعد محاولته الإفلات منهم أدى إلى مقتله. هذا الأسلوب والطريقة هي ذاتها التي كانت تتم بها الاغتيالات في مدينة بنغازي بحسب محللين، حيث كان من يقومون بها يلوذون بالفرار حسب رواية الجهات الأمنية قبل بداية ما يسمى بعملية الكرامة وبعدها. ما يحدث في المنطقة الشرقية على ما يبدو مرحلة أخرى من إرهاصات ما يسمى عملية الكرامة، فهذه المرحلة جاءت بعد إعلان مجرم الحرب حفتر موافقته على الانتخابات، وسبق هذا الإعلان ظهور مجموعات تنادي بما سموه تفويض مجرم الحرب حفتر لحكم البلاد. واقتحمت هذه المجموعات عددا من مراكز التسجيل وأسقطت اللافتات عنها وأعلنت رفضها للانتخابات. ويرى متابعون أن هذه التحركات في هذا الوقت هي رسائل واضحة لكل سكان المناطق التي تأتي تحت سيطرة ميليشيات مجرم الحرب حفتر بأنه حتى وإن تم الإعلان أمام العالم الموافقة على خوض الانتخابات وقبول نتائجها، إلا أن من يترشح أمام حفتر سوف يكون مصيره مشابهاً للنمر والقطراني. نعم للمشي، لا للانتخابات. أكدت مصادر مقربة مما تسمى عملية الكرامة في بنغازي رفض بعض قادة الميليشيات أوامر خليفة حفتر بالتوجه إلى مدينة درنا. هذا وكانت المصادر ذاتها قالت إن محمود اللورفلي وعلي الفسي وجبريل الفارسي قد رفضوا أوامر مباشرة من خليفة حفتر بالتوجه ما يسمى قوات الصاعقة للقتال في محاور درنا. يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت مظاهرات واسعة ووقفات احتجاجية رافضة لخليفة حفتر. قادة ما يسمى بمحاور الصاعقة وعلى رأسهم محمود الورفلي المطلوب من الجنايات الدولية وجبريل الفارسي وعلي الفسي يرفضون التوجه إلى مدينة درنا والقتال مع خليفة حفتر.
بعدما أكدت عدة مصادر من المنطقة الشرقية أن رموزا بارزة في تيار ما يسمى بالكرامة رفضوا التوجه والقتال في محاور درنة دون إبداء أي معلومات أخرى، بدأت الشكوك تدور عن حقيقة ما يجري داخل تيار الكرامة، خاصة بعد احتجاجات العواجير في عدة مناطق أهمها سلوق وبني غازي. كامرودين هدم أول بوابة حاربت الإرهاب في ليبيا، بوابة العزة والكرامة والشرف. بوابة فرسس السامدة. فقادة ما يسمى بمحاور الصاعقة وعلى رأسهم محمود الأورفالي المطلوب من الجنائية الدولية وجبريل الفارسي وعلي الفسي، تفيد التسريبات أنهم يرفضون التوجه إلى درنة والقتال مع حفتر. يترافق هذا مع رفض بعض العسكريين في مصر تغول حفتر على المؤسسة العسكرية. تصدعات معسكر الكرامة مستمرة منذ أن انشق الناطق باسم ميليشيا الكرامة محمد الحجازي وأخرج الكثير من الحقائق عن نوايا حفتر التوسعية، مرورا بانشقاق فرج البرعسي ومن ثم جعيم وغيرهم، مما ينبئ بأن الكرامة تضعف في مهدها. يصاحب هذا قيام حفتر بتأسيس كتائب خاصة على غرار كتائب القذافي مكونة في أغلبها من قبيلة الفرجان. هذا بحسب مراقبين جعل مكونات واسعة من المنطقة الشرقية تبتعد عن مجرم الحرب حفتر، أهمها قبيلة العواجير التي طالما نصرته منذ قيام ما يسمى بالكرامة. وماذا بعد رفض قادة أهم ميليشياته الانصياع لأوامره؟ ماذا بعد المكالمات المسربة بين عون الفرجاني ومحمود الورفلي والهجوم على برسس واعتقال فرج جعيم؟ أسئلة عديدة تحتاج إلى أجوبة مقنعة وتنبئ الإجابة عليها عن عمق الشرخ في معسكر ما يعرف بالكرامة. أظهر فيديو مرئي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، أظهر مجموعة من الشباب طلبوا قائد ميليشيا الكرامة بالإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج جعيم. هذا وندد المجتمعون بما وصفوه بأعمال الهدم والحرق والتخريب التي تمارسها ميليشيات الكرامة، إضافة إلى تدمير بوابة برسس والتي وصفوها بصمام الأمان. كنا ولازلنا الداعم الرسمي والفتيل والوقود لعملية الكرامة في الحرب على الإرهاب، لأننا على درب شهداء. حررنا ببوابة العزة والشرف والكرامة. أعلن مستشفى الجلالي الجراحة والحوادث بني غازي استقباله 11 قتيلا و118 جريحا في عام 2017، وذلك جراء القصف العشوائي والسيارات المفخخة ومخلفات الحرب والأعيرة النارية. هذا وقال المشفى على صفحته الرسمية فيسبوك إن منطقة السلماني في بني غازي هي من تصدرت قائمة حوادث إطلاق النار العشوائي، تليها منطقة سيحسين ثم الماجوري، بينما جاءت منطقة بنينة في صدارة القائمة من المناطق خارج نطاق بني غازي. أكدت قوات البنيان المرصوص السبت أنها سلمت مكتب أملاك الدولة الليبية في مدينة سرت وثائق ومستندات تحفظت عليها بان العمليات القتالية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. المركز الإعلامي للبنيان قال إنهم سلموا مندوب مكتب الأملاك العامة بسرت محمد الحسين خليل 584 ملفا تحفظت عليها في مصراتة، وذلك بحضور آمر غرفة عمليات البنيان العميد بشير القاضي ومدير مكتب أملاك الدولة في مدينة مصراتة حسين محمد الشركسي، إضافة لآمر سرية حق الشهيد أحمد علي غباك. يذكر أن البنيان المرصوص قد أعلن تحرير مدينة سرت في ديسمبر 2016. قالت الكتيبة 301 مشاة أنها تمكنت من ضبط سيارة مفخخة في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس. وأوضحت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أنه بعد ورود معلومات حول وجود سيارة مفخخة في محيط سوق العيلة، تمكن أفراد الكتيبة وبالتعاون مع الأمن المركزي أبو سليم من ضبطها.
أحيت بلدية زليطن في المسرح البلدي الأحد الذكرى الثانية لحادثة التفجير الإرهابي لمعسكر تدريب خفر السواحل الليبي الذي وقع في 7 يناير لعام 2016 وأودى بحياة أكثر من 70 شهيدا وأكثر من 100 جريح. هذا وحضر الاحتفالية رئيس المجلس البلدي مفتاح حمادي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من المؤسسات بالمجتمع المدني وغرفة عمليات البنيان المرصوص ومديرية أمن زليطن إضافة إلى أهل الشهداء والجرحى. في خبر آخر، قالت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني قالت أن الانتخابات المقبلة في ليبيا مفصلية وذلك عائد للتزوير في منظومة الرقم الوطني. هذا وكانت الفرجاني قد كتبت على صفحتها الشخصية فيسبوك أنها نبهت من تولي شركة لمشروع الرقم الوطني عليها الكثير من التحفظات والقيام بعملية تزوير مباشر وفق ما نقلته عن مسؤولين في السجل المدني آنذاك. هذا وأكدت أن الشركة التي نفذت مشروع الرقم الوطني هي ذاتها التي أعادت منظومة المحروقات في المصرف المركزي وبتوجيهات من علي زيدان ومنظومة علاوة العائلة، وبذلك أصبحت تسيطر على قدر كبير من المعلومات. إلى ذلك، أكدت الفرجاني أن حالات التزوير في منظومة السجل المدني أحيلت للنيابة العامة ولا زال الكشف جار للعديد من الاختراقات. وقالت أيضا أن الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني عليها الكثير من علامات الاستفهام، بل ولها يد في الفساد لما وجد فيها من تلاعب في العقود. هذا وأكدت أنها طلبت بتعديلها وتسليم المنظومة للوزارة دون جدوى، معتبرة أن التسليم حدث بشكل صوري. تشكيك في سجل الناخبين في منظومة السجل المدني للانتخابات الليبية القادمة وعلامات استفهام حول الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني. مزيدنا من التفاصيل مع الزميل عبد الحكيم محمد. تعتبر الانتخابات على مر التاريخ من أعظم أدوات الديمقراطية على الإطلاق، غير أن هناك العديد من الحالات المسجلة التي شوهت صورة الانتخابات مثل العنف والتزوير والفساد والرشوة. ونتيجة لذلك ارتبطت كلمة انتخابات مع كلمة تزوير برباط ذهني راسخ لدى الإنسان، وذلك لما شهدته العملية الديمقراطية من تزوير في معظم دول العالم. في هذا السياق جاءت شهادة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني أن هناك حالات تزوير في منظومة السجل المدني قد أحيلت للنيابة العامة، حيث قالت الفرجاني أن الشركة التي نفذت منظومة الرقم الوطني عليها الكثير من علامات الاستفهام، بل ولها يد في الفساد لما وجد فيها من تلاعب في العقود، مؤكدة أنها طالبت بتعديلها وتسليم المنظومة للوزارة دون جدوى وأن التسليم حدث بشكل صوري. وقبل الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعلق عليها آمال كبيرة داخل ليبيا وخارجها لإعادة الاستقرار للبلاد، لا بد من ضمان نزاهة العملية الانتخابية. قد تكون التحضيرات غير كافية بحسب رأي مراقبين، لأن الأطراف الليبية تحتاج أولاً إلى خارطة طريق واضحة، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ينظم العملية الانتخابية الجديدة، إضافة إلى ضرورة الاستفتاء على الدستور، لأن الانتخابات بلا دستور ستؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة وربما حكومة رابعة. إن التلويح بإجراء انتخابات بين الفينة والأخرى دون توفر الشروط الموضوعية ولا القانونية الدستورية قد تنم عن سياسة متبعة باستمرار. توقع مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي خروج ليبيا من أزمتها الراهنة العام الجاري وذهابها إلى المرحلة الدائمة المستقرة بعد تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا. الجمالي في تصريح له السبت أكد أن الجامعة العربية تدعم كافة الأطراف الليبية وتتشاور مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في ليبيا، كل ذلك بحسب تعبيره. صرح رئيس مجلس النواب الليبي المنحل عجلة صالح لوكالة سبوتنيك الروسية عجلة صالح أن انتخاب محمد الشكري محافظا لمصر في ليبيا المركزي هو شأن ليبي داخلي واختصاص أصيل لمجلس النواب المنحل بحسب ما نقلت الوكالة.
صالح عبر عن خيبة أمله مما قال أنه رفض غير مبرر من قبل المجلس الأعلى للدولة من قرار انتخاب المحافظ، قائلا إن هذا الأمر أوجد قناعة بأن الأعلى للدولة يريد عرقلة الاتفاق السياسي لفرض السيطرة على ليبيا بحسب قوله. فصل قصير وتتابعون من بعده. خفر السواحل الإيطالي يؤكد وفاة 8 مهاجرين ونجاة آخرين. هالأيام بدي تشوف السلبيات ولا تهلبة، وحتى اللي يبي يدير حل ما عادش عرف منين يبدأ. لكن هذا مش معناه إن نقعمزوا وما نديروا شيء. هاي فرصة جديدة وجت لعنا، حاول تشارك فيها وما تكونش حتى أنت من السلبيين. سجل لي إنك مواطن، لأن هذا حقك ولازم تدافع عليه، ولأن الوطن مسؤولية الكل، أني وإنتي وإنت في كل مكان في ليبيا. لازم نسجله باش نساهموا كلنا في بناء مستقبل لينا ولأولادنا، والتسجيل أسهل منه ما فيش. مجرد إنك تكتب رقمك الوطني مربع رقم مركز الانتخاب وتبعتهم على الرقم 15015، ولأي استفسار اتصل على الرقم 14-41. هيك تكون سجلت وخدمت روحك وخدمت بلادك ليبيا. سجل الناخبين مكسب لكل الليبيين. أهلا وسهلا بكم. ومن جديد، قام الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج بتكليف عدد من وزراء الحكومة المقترحة بزيارة لمدينة تورغاء صباح اليوم الأحد. وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة المقترح، هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودة أهل المدينة في الموعد المقرر في الأول من فبراير القادم، وفقا للاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتورغاء. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس السبت تواصل عمليات استخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين النيجيريين لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم. أوضح المكتب الإعلامي للجهاز على صفحته الرسمية فيسبوك أن المهاجرين يحملون جنسيات صومالية وأثيوبية وأريترية، مشيرا إلى تواصل إجراء التسجيل لتسهيل عملية السفر من مطار معتيقة الدولي إلى مطار نيامي بالعاصمة النيجيرية. أكد حرس السواحل الإيطالي أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق زورق مطاطي قبالة سواحل ليبيا، وأشار إلى أن البحث عن ناجين لا يزال متواصلا. وأوضح حرس السواحل الذي ينسق عمليات الإنقاذ في المياه الدولية مع خفر السواحل الليبي أن طائرة تقوم بدوريات ضمن عمليات أوروبية لمكافحة التهريب رصدت الزورق صباح اليوم الأحد. قدمت منظمة الصحة العالمية السبت شحنة مساعدات طبية إلى مشفى الزنتانة العام تستهدف 30,000 شخص بحسب الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
هذا وأضافت المنظمة على ذات الصفحة أن المواد الطبية المقدمة للمشفى تحتوي على 6 مجموعات طبية لعلاج الإصابات من نوع ب، تكفي لعلاج أكثر من 600 إصابة متوسطة إلى شديدة. بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح السراج الأحد مع أعضاء الفريق الطبي الأمريكي لجراحة القلب برنامجا لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال في المستشفيات الليبية المتخصصة، وذلك بحسب إدارة التواصل والإعلام بالرئاسي المقترح. واتفق الجانبان على البدء في إجراء عمليات جراحة القلب للأطفال في مستشفى تاجوراء ومستشفى الجلاء في العاصمة نهاية فبراير المقبل بعد استكمال التجهيزات اللازمة لذلك. يشار إلى أن الفريق الطبي الأمريكي قد زار كل من مستشفى تاجوراء ومستشفى الجلاء يوم أمس السبت. أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أنه تم فصل خطوط نقل الطاقة الرئيسية المغذية من الناحية الشرقية للعاصمة طرابلس، وأضافت أنه نتيجة لذلك لجأت الشركة إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على استقرار الخطوط المتبقية والمغذية للعاصمة، وذلك نتيجة للاشتباكات المسلحة داخل منطقة الجويعة التي حدثت ظهر اليوم. إلى ما تم رصده اليوم من أخبار للبلديات. قال المتحدث باسم المجلس البلدي سرت محمد لميل إن جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية بطرابلس قامت بتسيير قافلة مساعدات غذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي إلى أكثر من 450 أسرة نازحة من سرت وتورغاء يقطنون مدينة بني وليد. وأضاف الأميل في تصريحات صحفية أن المساعدات اشتملت على مواد غذائية تكفي لشهرين، وأن آلية التوزيع كانت بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الأزمة بالبلدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع استلام مساعدات أخرى الأيام المقبلة مخصصة للأسر المعوزة وفاقدي السند بسرت. قامت بلدية طرابلس المركز السبت ماراثون أطفال الوطن بمشاركة تلاميذ مراحل التعليم الأساسي بمختلف مدارس التعليم في مدينة طرابلس. وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية أن هذا الماراثون جاء برعاية ودعم مكتب الشباب والرياضة ببلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع مؤسسة ليبيا للسياسة والمناشط، وانطلق السباق من جزيرة الميناء وصولا إلى ميدان الشهداء. قام عميد بلدية سبها حامد الخيالي بزيارة لمقر راديو صوت سبها الحرة وتفقد آخر المستجدات المتعلقة بعودة بث الراديو بعد توقف لأكثر من 3 سنوات. وقال عميد بلدية سبها في تصريح لصحيفة فسانيا إن البلدية سوف تستقبل الأيام القادمة حدثا مهما، وهو تشغيل راديو البلدية المتوقف منذ سنوات، مضيفا أن البلدية قدمت جزءا من الدعم من أجل عودة تشغيل الراديو. يعقد المجلس البلدي صبراتة الاثنين حلقة نقاش ببيت شباب صبراتة حول كيفية التسجيل بسجل الناخبين والتعريف بإجراءات الترشح. وأوضح بلدي صبراتة عبر صفحته الرسمية أن حلقة النقاش هذه تأتي بإشراف مكتب الدائرة الانتخابية الزاوية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا كافة أهالي صبراتة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين للحضور وإثراء حلقة النقاش. انطلقت الجمعة ببلدية غريان الحملة الوطنية 5 للتشجير بمتنزه أبو غيلان السياحي تحت الشعار نغرس شجرة نبني وطنا. وقال عضو المجلس البلدي غريان المتابع لقطاع الزراعة يوسف قدمور إن الحملة يجري تنفيذها بإشراف المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة بالبلدية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة الحكم المحلي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن الحملة تستمر يومي الجمعة والسبت داخل متنزه أبو غيلان
وتستمر بعد ذلك داخل نطاق بلدية غريان لتشمل الساحات العامة وساحات المدارس. ربحت المؤسسة الوطنية للنفط حكما بشأن قضيتي التحكيم المقامتين أمام غرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية من قبل شركة تراستا للطاقة المحدودة الإماراتية والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط ليركو المالكة والمشغلة بدورها لمصفاة رأس لانوف. وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عبر الموقع الرسمي، أوضح بأن طلبات التعويض المرفوع ضد المؤسسة والتي بلغت أكثر من 800 مليون دولار قد رفضت بالكامل، بينما حكمت بمبلغ 116 مليون دولار لصالح المؤسسة الوطنية الليبية. كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن مقترح رسمي قدم لوزارة الخزانة في واشنطن لدعم السلطات الليبية في إدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة. سلسلة لقاءات عقدت مؤخرا في تونس قبل أن تنتقل في وقت لاحق لواشنطن، شارك فيها نائب الرئاسي المقترح أحمد معتيق ومحافظ المركزي الصديق الكبير والسفير الأمريكي ويليام بودي والسفير البريطاني السابق بيتر ميلت وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة. وبحسب المصادر فإن اجتماعات أخرى ستعقد في فبراير المقبل لبحث آلية تشكيل لجنة أممية مشتركة من خبرات ليبية ودولية ستعمل على حمايتها من الذوبان. بعيدا عن الشأن المحلي، حيث خرجت مظاهرة في مدينة مالموس ودية الأحد رافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بحسب الصفحة الرسمية لوكالة شهاب الفلسطينية. وأضافت الوكالة أن المتظاهرين قد رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة لأعمال الكيان الصهيوني في القطاع والضفة أيضا. الخبر الأخير، حيث جدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد دعوته لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا بعد أيام من تهديد أمريكي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين. نتنياهو أعرب عند بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته عن اتفاقه مع انتقادات الرئيس الأمريكي ترامب القوية للأونروا. وأضاف نتنياهو بأن الأونروا منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتديم أيضا حق العودة الذي يهدف إلى تدمير الكيان الصهيوني، ولذا يجب أن تزول من الوجود على حد قوله وفق ما نقلته فرانس برنس. قبل الختام تذكير بالعناوين. اتفاق بين جويلي وأطراف من أزوارة بشأن التوتر الأمني في رأس جدير. اللواء السابع ترهون يسيطر على مداخل ومخارج بلدية الجرابولي. ميليشيات الكرامة تجدد استهدافها وبالمدفعية الثقيلة لمدينة درنة. تابعتم أيضا خفر السواحل الإيطالي يؤكد وفاة 8 مهاجرين ونجاة عدد آخرين. أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن في أمان الله، إلى اللقاء.